عملت زمان طاجن اوريو كامل بخمسة جنيه؟ ترند اوريو الجديد وبخمسة جنيه بس؟ هنجربه تاني واحسبوا لنا تكلفته كانت كام. كيس اوريو نكسره بشويش عشان ما نبهدلش الدنيا، واهم حاجه تخلي من الكيس واحد على جنب، وممكن تكسره بشوكة عادي. بعد كده بنحط شويه لبن لحد ما يبقى عجينه في الفرن حوالي ربع ساعه او لحد ما تبقى كيك زي ما انت شايف. اهم حاجه ما تنساش شارك الثمن غيرك، عشان خلاص داخلين على 1,400,000 وداخلين 100,000 على اليوتيوب. اما بعد كده دول شويه لوتس كنت عاملهم في البيت، وده مش مهم. انت طبعا هتجيب واحده دانون برده مش عارف بقت بكام، وتفضيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده تكسر على الاوريوية اللي احنا شايلينها على جنب. بعد كده حطيت صوص كراميل، انت ممكن تزينها باي حاجه. كنا بنعمل كل ده زمان بخمسة جنيه بس.